صباح الخير، صباح النور، وحلقة جديدة من برنامج دردشة سريعة. حلقتنا النهاردة هتبقى حلقة رياضية، هنتكلم فيها عن كل ما يخص الرياضة المصرية، وخصوصا ان معانا ضيف مميز. ضيفنا النهاردة هو كروان التعليق المصري. ضيفنا النهاردة هو الكابتن المعلق الرياضي محمد عفيفي. مرحب بيك يا فندم معانا. استاذ احمد صباح الخير عليك، وصباح الخير على كل مشاهديك اينما كانوا، ويشرفني انك موجود معانا. صباح النور عليك، صباح الفل عليك. شكرا كمان. إيه، انت علقت بيه انو سبورت الاول؟ على بداية التلفزيون المصري طبعا. كبدايتك في التلفزيون المصري؟ النيل الرياضة والبداية كالعادة. وبعدين الانطلاق يعني في 2011 شرفت او شرفت ان انا اكون ضمن الفريق العربي الموحد لاتحاد الدول العربية اللي بيختاروا افضل معلقين في اكثر من رياضة كان عندهم الكفاءة ويروحوا الاولمبياد، فكنت موجود في اولمبياد لندن في مع الاسبو، بس بقى للقنوات الرياضية بشكل عام اللي هي السعودية الرياضية، النيل الرياضة، قنوات رسمية، ابو ظبي، دبي، وهكذا. رجعت على بي ان او جزيرة كانت بمسمها انا ذاك الرياضية طبعا. سمعت اللي كلمك محمد علي وقال لك الخليفة بنفسه هو اللي عايزك تعلق كان يعني. لانه ناصر الخليفي هو رئيس اتحاد التنس، هو مدير القناة. بعد ما رجعت من لندن هو كان معايا، وهو صديق شخصي كابتن علي محمد علي، من الناس الجميلة اللي انا بعتز بيها جدا. انا بحبه بصراحة. أنا بحب أي مصري يكون موجود في التعليق، بيشرف التعليق المصري والإعلام المصري بشكل عام، برا لأنه القيادة للإعلام المصري والتعليق المصري وفي كل مجال المصريين هم اللي شايلين البروفيشنال اللي بيطلعوا بشكل كويس من مصر، اللي هم متأسسين صح بشكل عام يعني. ورحت فعلا ما بين 2000 وآخر 2012 لغاية قبل ما سافر أولمبياد ريو 2016 برضو مع اتحاد الدول العربية الحمد لله، وإن تكون ضمن أفضل 100 معلق رياضي شامل في العالم موجود ما شاء الله. من قلب الحدث شوف بقى كل النجوم بقى يعني. طبعا أنا كريبورتر مثلا عملت لقاءات مع مين؟ مع نيمار، راين جيجز في كرة القدم، في ألعاب القوى، يوسين بولت الأسرع في تاريخ البشرية الجامايكي، مايكل فيليبس في عالم السباحة الأكثر ممن توج بميداليات، روجر فيدرر، نادال، جوكوفيتش، سيرينا ويليامز، لفيت الجراند سلام الأربعة الكبرى. بمناسبة نحن لسه منتهين من ملبورن أستراليا أوبن الأولى، بطلات الجراند سلام الأربعة الكبرى علقتها واستمتعت بيها. الفكرة في أنه مش كتير الناس ليها كفاءة في أكتر من رياضة، دايما الناس بتتخصص يقولك معلق كرة قدم، معلق كرة يد، معلق كرة سلة. لا أنت حابب على فكرة يبقى ليك نشاط في التعليق على جميع الرياضات المصرية أو الرياضات عامة يعني. يعني كرة اليد أنت علقت على كاس العالم لليد الفتره دي. كاس العالم دي علقتها كلها الاون سبورت اف ام، راديو كل ماتشات مصر بما فيها سيمي فاينل والفاينل، بطوله العالم للناشئين اللي كسبناها في مقدونيا 2019 كنت على تايم سبورتس قبل الدمج، كنت موجود كلها تقريبا باستثناء الفاينل. كره اليد، كره اليد علقت ولايه يد من اولمبياد علقت. ما بتحبش تعلق بس يعني كره قدم؟ لا انت متنوع في النقطه دي. لا لانه دي حاجه انا شخصيا من وانا صغير كنت بلعب اكتر من رياضه، فخدت الاكسبيرينس، خدت الخبره. ماتشك الجاله تعلقوا ايه؟ بكره ان شاء الله على الراديو اون سبورت اف ام ان شاء الله هيكون المقاولين والمقاصه، او المقاصه والمقاولين، انه ملعب او مباراه المقاصه بس على ملعب المقاولين، ملعب الاثنين يعني دلوقتي. وهتعلق على الاهلي فيتا كلوب ان شاء الله يوم السبت الساعه 9 مساء، دي الجوله الثالثه من دور المجموعات دوري ابطال افريقيا ان شاء الله. برضو شايف ايه الفرق بين التعليق المصري والتعليق العربي؟ مفيش فرق بقدر ما في الثقه، الامكانيات، المباريات، الحقوق اللي انت بتاخدها، لانه معظم المعلقين العرب طبعا ليك كلهم ليه اسلوبه وطريقته، لكن فكره انه مثلا تعليق التونسي، المغربي، الجزائري اللي وصلوا لدرجه كبيره من الانتشار لانه واخدين حقوق المباريات المهمه فتعلق مع الناس كده. ممكن يجي يكون معلق انت شايف انه مش كويس بس واخد مباريات كبيره كتيره للاهلي للزمالك وهكذا، فخلاص يعني مثلا عصام الشوالي يعني مثلا دي كلمه اللي اتشهرت جدا، رومنتادا، صحيح هي كلمه اسبانيه موجوده من زمان. طبعا موجوده من زمان، بس هو اول من اطلقها في التعليق يعني، هو في التعليق العربي عامه يعني. هو من نطقها كان هو عصام الشوالي. هو عصام الشوالي محبوب لمصريين جدا صحيح. يعني انا بحبه. انا زملت معاه في وجودي في قطر، من الشخصيات الجميله جدا انا بعتز بيها. هو ورؤوف وكلهم بما فيهم زي ما قلت حضرتك علي محمد علي. لكن هو ذكي لانه بيطلع الاكسبريشن او التعبير في توقيته، لانها كان اتقالت في مباراه باريس سان جيرمان وبرشلونه في السداسيه التاريخيه والريمونتادا اللي جت في اخر دقيقه، ونيمار لما كان لسه في برشلونه فوقتها، فلما تتقال في وقتها بتطلع صح، طالما موجوده في المكان المطلوب المرغوب فيه هتعلق مع الناس. كيفيه اخراج المعلومه في التوقيت المثالي، كيفيه اخراج الافيه حتى في التعليق في التوقيت المثالي علشان يعلق مع الناس، تبقى بتاعتك انت، اتربطت بيك انت حتى لو اتكررت اكتر من مره بعد كده، بس دي بتاعتك خلاص، اللازمه دي بتاعته هو بالظبط كده. واتخذت منه كلمه ريمونتادا، والناس بدات تعرفها من اللغه الاسبانيه، وبدات تتقال حتى في التعليق يعني بشكل عام.
انا من انصار اللغه العربيه في الاساس، لكن بقول اكسبريشنز باللغه الانجليزيه في كتير من الاحيان، بس لازم اقول بعديها المعنى علشان الاكتساب للناس. ممكن حد يسمعني ما يكونش عارف مثلا كلمه ديفليكشن، لما تخبط الكره في المدافع وتطلع ضربه ركنيه مثلا، فقول عملت ديفليكشن في المدافع، يعني غيرت اتجاهها وطلعت لضربه ركنيه. فانا ببقى قصد ان انا ارمي حاجه معينه، كل كلمه بتتقال منك رساله. بس في ناس كتير ما بتفهمش الموضوع ده، فكره انه هو بيتمنظر علينا او او او. لكن اللي انا اتعلمته من بره والخبرات والسفريات والحاجات اللي انا عملتها كلها، فكره انه انت لازم يكون كل كلمه طالعه منك رساله علشان توصل للناس، وعلشان على الاقل الناس تفتكر والله يقولوا الراجل ده مثقف. لما بتكلم في الكوره بيبقى في حدث مهم، بتكلم في حدث مهم موجود في اكتر من رياضه. لما بتكلم في الهاندبول بقول ان في الفولي بول لسه بطوله افريقيا للناشئين اللي مصر توجد بيها على ارض مصر المؤهله لبطوله العالم لكره الطايره، كنت علقت مباراه واحده لقناه الاهلي. اتشرفنا بشارك في اي حدث كبير مهم، بتشرف ان انا اكون موجود فيه وادي المعلومه المهمه، لانه في رياضات كتير انا في الاولمبياد قالوا لي علق. اليوم الاقرب لقلبك انك تعلق على كره اليد ولا كره القدم؟ لا كره القدم هي الاساس طبعا. كره القدم هي الاساس لانه الواحد بيذاكر. اصعب مباراه قابلتك ايه؟ اكيد يعني انت ما شاء الله تاريخك طويل، يعني رغم بس مش يعني تاريخك طويل في التعليق، فاكيد في مباراه كانت بالنسبه ليك صعبه او مباراه مميزه بالنسبه ليك. في مباراه كتير في كل رياضه، في مباراه. انا مثلا لما بستمتع بتعليق على روجر فيدرر ونادال في عالم التنس، سيرينا ويليامز، ودول علقتهم من الملعب وعلى المستوى الشخصي اعرف. في مباريات كره القدم مباريات كتير، منها مثلا بمناسبه دوري ابطال افريقيا مباراه الاهلي والهلال السوداني في دور المجموعات اخر جوله السيزون اللي فات، المباراه اللي نزل فيها الجماهير والامن تدخل. علقتها هذه المباراه وكان التعادل 1-1، جول محمد مجدي قفشه وكانت مباراه كده متخبطه مميزه بالنسبه لي ومميزه. نهائي الكونفدراليه الاخير بيراميدز ونهضه بركان كان برضو مباراه فيها جدل تحكيمي كتير، لكن طالما اسم مصر اللي موجود تحس انها مباراه صعبه، بالذات لما يكون الوضع متارجح هنكسب ولا لا. نهائيات المباريات الكبيره بالذات ولازم يكون عندك حياد في المباريات اللي في بيمثل اللي فيها في الدوري، لازم يكون عندك فيها حياد في الدوري طبعا. ما نقدرش ان احنا طب لو مثلا زي ماتش مثلا الاهلي والهلال او الزمالك مثلا واي فرقه تانية، بيبقى احساسك ايه وانت بتعلق؟ لا اكيد بميل لفريقنا. طبعا انا دايما حتى في قناه الاهلي وانا بعلق قلت الزمالك قلت الملك المصري، طالما بقولها في موضعها بالشكل السليم وانا بعلق في اي مكان بقول الاهلي هو كبير الكره المصريه وكبير الكره. علقت في قناه الاهلي؟ علقت في قناه الاهلي. علقت ماتشات كتير، اول ماتش ما بعد العوده. بس اكيد ليك افيه معين بقى. حاجات كتير مثلا لما يجي جول اقول تسديده مطرقه توجع شباك فريكاز، او لما جناح بيطير اقول لما يطير يسهل حاجات كتير هجوميه. فنان الموهوب الموجود على ارض الملعب. ماتشات بقى كتير وحاجات كتير يعني تتقال وبتطلع تلقائيه ولا بتبقى مجهزه؟ لا تلقائيه. انا افتكر مثلا لما يطير يسهل حاجات كتير دي لما قلتها اول مره كانت في البطوله العربيه اللي كانت واخدها مصر للانديه، كان مشارك فيها الاهلي والزمالك في 2017. كانت حصري على اون سبورت وكنت بعلق مباراه الزمالك والنصر السعودي، المباراه دي الوحيده اللي في دور المجموعات اللي كسبها الزمالك 2-1، وبعد كده هو خلاص كان خرج من البطوله اوريدي. فهي جت معايا فلقيتها حلوه. انا دايما بحب السجع بس ما يكونش السجع الشاذ. لازم يكون السجع محله الخفيف كمان، علشان لانه في ناس مثلا في كتير من الرياضات بيقولوا سجع بس مجرد ان هو السجع، مجرد ان هو عايز يقول افيه خلاص يعني يتشهر بيه او حاجه زي كده، ملهاش وقت ملهاش مكان. صحيح. فاكيد طبعا اللازمه بتاعتك لازم تكون في مكانها في وقتها. صح. ولازم بدايتك اول ما بتقول بسم الله الرحمن الرحيم الناس تقول محمد عفيفي، لازم يتقال كده خلاص من طبقة الصوت، من طبقة الصوت واسلوبك. الاسلوب البدايه مثلا لما اقول بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا عبر شاشه كذا، عشاق ومحبي مثلا الكرة الإفريقية، نجدد التحية، لقاء يتجدد معكم في إطار كذا. في الختام شكرا لكم. هنا صعبة جدا على فكرة، يعني مش سهلة. طبعا طبعا مش سهلة طبعا، ولازم تكون منتبه طول 90 دقيقة، منتبه انتباه رهيب يعني عشان تقدر تحدد وتقدر تتكلم وتقدر تتواصل مع توصل المعلومة بالظبط للسادة المشاهدين. لا هي مهنة صعبة بجد يعني. مهنة صعبة وكل مخرج لفظ لازم يكون مدروس محسوب. يمكن دلوقتي الموضوع بقى شوية عادي، بس اللي أنا اتعلمته من بره إنه لا، اللي عايز معلومات كتير اديله معلومات كتير، واللي مش عايز في نفس المباراة ما تديلوش معلومات كتير، بس أنت تعمل كونتراست. اللي عايز صوت عالي وبروباجندا اديله بروباجندا، واللي عايز هدوء اديله هدوء في نفس الماتش. بس أنت تعملها إزاي خلال المباراة هو ده اللي يفرق. معلق ذكي عن معلق بيعلق لمجرد التعليق بس وبيعلق مع الناس ولا لا. الاسماعيلي طبعا، الاسماعيلي يعني حاجه جماهيريه جدا، اول ما حصل على بطوله الانديه الافريقيه وليه شعبيه مش في الاسماعيليه بس، لا ليه شعبيه في مصر يعني. صحيح. في ناس كتيره من مصر بيشجعوا الاسماعيلي وبينتموا للاسماعيلي. صحيح. رايك ايه في تراجع
النتائج بتاعته الفتره الاخيره وبيراميدز برضه. بس هنتكلم على الاسماعيلي الاول. يعني اصل الاسماعيلي يعني يحزن. الاسماعيلي كره جميله. صحيح. البرازيل العرب. فرايك ايه في تراجع النتائج الفتره الاخيره؟ طيب انا اقول لك بمناسبه الافيهات انا اخر مباراه لعبت عليها الاسماعيلي كانت لافينيا في دور 32 في كاس مصر. فكان معايا الاستاذ حسن مستكاوي فقلت انا افيه اللي عجبني قوي. استاذنا الكبير. طبعا. فانا كان بيحلل جنبي المباراه في الراديو. فبقول الدرويش الاسماعيلي يعني الدرويش اصل البرازيل حطوها في نادي بس مش السنه دي. وربطت كلمه بس مش السنه دي. فعلا مش السنه دي. مستوى هزيل. ما ياتي او ما يحدث في الراس فوق في الاداره هو اللي بيأثر دلوقتي على فريق الكوره. حتى لو هناك لاعبين من افضل الاسماء اللي موجوده سواء كان محترفين سواء بقى الموجودين من تونس او من القاره الافريقيه زي اريبابل على سبيل المثال مميزين جدا، لكن كيفيه توظيفهم وانه اللعيبه يكون عندها نفس طويل في المباريات، مباريات بيكونوا متفوقين فيها وفي اخر اللحظات بيفقدوا المباراه. ده يدل على انه فيها قله تركيز، العامل السيكولوجي مش حاضر بانه احنا عايزين نكسب او في هدف مشروع موجود. حتى اللي موجود معاهم درجانيوفيتش البوسني المدير الفني الجديد برضه ما نقدرش نحكم عليه لسه جديد، بس في نفس الوقت ما فيش يعني هو مفيش بصمه. يعني ظهر امام الزمالك بشكل كويس. لكن الاسماعيلي كان احسن ماتش ليه في الدوري كان قدام الزمالك بس ما كسبش. بس كان احسن يعني لعب كره كويسه وكان هدد مرمى الزمالك اكتر من مره. ف الواحد بيحزن للاسماعيلي. يعني الاسماعيلي خرج نجوم وخرج اجيال صحيح وبيحزن تراجع النتائج بتاعته. فهل هو السبب الاداره ولا كسم اللاعبين ولا عدم انتماء ولا انا بصراحه مش فاهم ده. يعني ما اقدرش اقول عدم انتماء لانه دي حاجه داخليه للاعبين وفي لاعبين كسر دلوقتي العالم كله بلاعبين محترفين. يعني احتراف. ادفع هتلاقيني موجود. احتراف. مشكله بيراميدز عند النادي الاسماعيلي. بيراميدز يعني رغم الامكانيات الماليه الهائله ومع ذلك في تراجع برضه في النتائج. في تراجع بس بس عندهم الكواليتي اللي يقدر يخلص كتير من المباريات. صح متراجعين لكن فكره انه في بيراميدز الراجل بيروح يمد العقد انا بس عملت حاجه لنفسي. طب الفرقه ماشي ان شاء الله ربنا يسهل بس بتيجي معاهم ماشيه بشكل كويس. حتى نتائجهم في الكونفدراليه الافريقيه نتائج كبيره جدا من 9 مباريات خارج الارض او من 10 مباريات. اول مشاركه ليوصل للنهائي مع نهضه البركان بالظبط وهزيمه واحده من 10 مباريات خارج الارض. شيء رائع. لكن الاسماعيلي فكره انه انت عندك ضغط جماهيري وده عامل مؤثر على ادائك على اسلوبك على السيكولوجيه بتاعتك. انت في تدريب في جماهير بتحضر طبعا وبتاثر بالكلام. طبعا مجلس الاداره عليه العين. عائله عثمان على راسنا من فوق كل حاجه بس لازم يكون في قاعده هيكله في نادي الاسماعيلي لانه وكانه خلاص الفكر ما فيهوش ابداع. ودائما الاداره في اختلاف مع الكابتن حسني عبد الرب مع يعني هو كده كده بره الفرقه. بيجيبوه كليجند كاسطوره كحد بيتكلم مع اللاعبين شيء كويس. لكن في فجوه ما بين النجوم القدامى اللي ممكن ياثروا سيكولوجيا على اللاعبين. مفيش ابناء النادي اللي طالعين من قطاع ناشئين عندهم الحميه بتاعت الفانيلا زي ما بيقولوا موجودين بكثره في الفرقه الفريق الاول. حتى لو عندك محترفين كويس يعني الاهلي امبارح كان مستواه ما كانش كويس. الاهلي في كسب بالظبط كده. امبارح في طلائع الجيش كان مستواه ما كانش كويس خالص. فكره الزمالك كان بيعملها العب اكسب لا. دلوقتي الزمالك ما بيأديش بشكل كويس بس بيكسب زي مباراه الاسماعيلي على سبيل المثال. فكره انه انا محتاج نتائج مش محتاج الاداء. الاداء مش هياكل عيش بشكل عام بقى خلاص يعني مش هيديني البونت اللي انا عايزه بالظبط. والاسماعيلي ان هو يكون موجود فيما بين ثلاثي الهبوط مش حلوه بشكل كبير. مش حلوه خالص. ده ليه شعبيه جماهيريه على مستوى مصر ومستوى العالم العربي. يعني في ناس من العالم العربي بيشجعوا الاسماعيلي فهو يعني رمز من رموز الكره المصريه. فالواحد يحزن ان هو في مراكز الهبوط. ف يعني انا بصراحه انا زعلت من اداره نادي الزمالك ان هي ما خلتش حد ما بعد يعني جميع الانديه تعاونت مع الاسماعيلي وبعتت لهم لعيبه الا الزمالك. يعني ده مش مقياس لانه انت ما طلبتش مني. ما هو احنا مش هنروح نقول لك لو سمحت صلح من نفسك. انت منافس في الاول في الاخر بالنسبه لي. النادي الاهلي اتكلم الكابتن محمود الخطيب عن انه لو في لاعب عايز يروح اتفضل خده اديني العرض وما فيش مشكله حسب الرغبه. يعني اقنع اللاعب وهو موجود انا تحت امرك بالظبط. دي لفته كويس. لكن في الاول في الاخر انا ماليش دعوه انت عايز تنجح ولا لا. انا مش هاخدك من ايدك اقول لك والنبي انجح. الفكره في انه فكر الاداره بقى الى حد كبير عقيم شويه. انت شايف الخلل في الاداره. الخلل في الاداره وما يدور في الاداره بسلبيه بيصب بسلبيه على الفرقه ومن ثم النتائج يرجع بالسلب على الفريق بالظبط. زي ما بقول لحضرتك عندهم قريب قبل ده لاعب كويس جدا كان بيتخانق عليه الاهلي والزمالك. طبعا فخر الدين بن يوسف دولي تونسي محترم جدا مشارك في كاس العالم مع المنتخب التونسي لعيب كبير كويس جدا لكن وظف على الارض مع بيبقوا كسبانين وفي الاخر بيبقوا خسرانين. طبعا فضلا عن الاطر التكتيكيه السلبيه لو كلمنا فنيا شويه طرق اللعب ما بتناسبش الكواليتي من اللاعبين الموجودين على الارض الملعب. حتى في نص الملعب
ما عندهمش ديفندرات. ما انت لما تبقى فاقد نص الملعب تبقى فاقد نص فرقتك. فبقى في فجوه ما بين التلت الدفاع والتلت الهجومي، ما فيش عمليات ربط بتكون موجوده. فانت ممكن تلعب على قد المباراه، لكن تيجي في وقت معين انت خلاص مكسور. طلع الجيش مباراه 1-1 على سبيل المثال، المباراه اللي هتحود ده لاعب طلع الجيش جاب فيها هدف في اللحظات الاخيره في الدقيقه الخامسه الاخيره. ليه؟ لانه خلاص هم ضغطوا. انت لازم يكون عندك حلول. يوفيتش دراجان الصربي او البوسني مدير فني جديد، بس لازم برضو يكون عندك الفطنه ترجع لعيبتك ازاي، تضغط على السورسز مصادر الخطوره اللي بتطلع من نص الملعب الكوره. فطلع الجيش حجم ادائهم، اضغط عليهم ضغط عالي، غير من شكل التكتيكي. لكن هو ما كانش فيه، استسلم لغايه ما جه فيه هدف تعادل. يعني كان في مدرب بيدرب المدرب سامبا التنزاني كان بيدرب الاسماعيلي، حاليا نجح مع سامبا وكسب الاهلي 1-0 وكان يعني نتيجه واداء صحيح، ونجح مع وناجح مش نجح ناجح حاليا مع فريق سامبا التنزاني، تفوق على النادي الاهلي كبير الكره الافريقيه. يعني لا، وتفوق اداء ونتيجه. خلينا نكون واقعيين. صحيح. ليه هو ما نجحش مع الاسماعيلي؟ فكره انه الكواليتي من اللاعبين، انت تقدر توظف امكانياتهم وقدراتهم وعقليتهم تسمح بانه يبقى عندهم مرونه تكتيكيه ولا لا؟ في بعض اللاعبين انا معالي فنيا بس مش هينفذ. خلاص هو كده مش هينفذ. مين عندنا في النادي الاسماعيلي؟ عمر هو اتحط في مركز مش قادر يطلع بره المركز ده، مش قادر يجود مثلا من او يبقى فيه مثلا تنفيذ فكر معين للمدرب بتاعه. تعرف الاسماعيلي عايز مثلا اسبوعين ثلاثه كده راحه وبعدين يبدا يفوق من جديد. لانه ضغط المباريات ساعات لعيب الكوره بيحتاج ان هو يفصل فتره. صحيح 100% مع الضغط الجماهيري. انديه الانديه الجماهيريه تحديدا مشكله، الا لو مهيئين سيكولوجيا. يعني النادي الاهلي بعد الهزيمه على طول انسى، خش في المباراه اللي بعدها جماهير بتتكلم بنفصل. وبعض الجماهير بيكون عندها الفطنه في فكره انه ما ضغطش بالشكل السلبي. كثير احنا كثير من اللاعبين كانوا بيلعبوا في انديه وكانوا متالقين جدا في انديتهم، وبيروحوا الزمالك والاهلي ما بيادوش زي ما كانوا بيادوا في انديتهم، لان الفانله ليها ثقل والضغط الجماهيري. الضغط الجماهيري لان ليها ثقل. اذا كان الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي فانله تقيله، مش اي لعيب بيلبسها ويلعب بيها. نتيجه ضغط الجماهير نادي جماهيري. صحيح. فاكيد ما بيكملش، ما بيأديش بنفس المستوى اللي كان بيلعبه. والعقليه الاحترافيه. والعقليه الاحترافيه. لان انت ممكن تكون نجم فريقك. حسام باولو على سبيل المثال هداف الدوري مرتين. احمد داوود. بالظبط. تحديدا حسام باولو عشان ده كان المفروض كان هداف الدوري. هداف الدوري مع سموحه وهداف الدوري مع الداخليه. راح الزمالك ما عملش حاجه، لانه هناك النجم بيتخدم عليه. هنا انت عندك نجوم حواليك. فعشان اصلا تاخد مكانك لازم تجتهد قوي وتخدم على غيرك، مش انت اللي تخدم عليك. سيكولوجيا او عقليا اللي احنا بقى بنتعلمه بره من التحليل الكروي وبشكل عام وفي الرياضات بشكل عام، العقليه اول حاجه. العقليه كنت قابلت لاعب تحديدا ستانيسلاس فافرينكا، ده لاعب سويسري زي روجر فيدر كده في عالم التنس، فجاب جراند سلام. فسالته ايه السبب الرئيسي ان انت تتفوق على نوفاك جوكوفيتش ورافائيل نادال وروجر واسماء كبيره؟ اسماء كبيره كبيره. ودي لعبه فرديه، يعني التاثير فيها بتفاصيل صغيره ومختلفه. قال لي هنا العامل السيكولوجي، المنتاليتي نفسيا. انت نفسيا، وان انت تكون مهيئ ان انت تتاقلم مع كل غريم على ارض الملعب، ده لازم يكون موجود في كره القدم. بس احنا عندنا في مصر متاخرين بشكل او باخر. اللي احنا بنشوفه بره غير تماما اللي موجود في مصر. حتى انت عندك مباراتين النهارده في الدوري. المباراه الاولى اللي هتكون الساعه 5 من الاسبوع الرابع متأجل، مباراه الاتحاد السكندري. مباراه الزمالك بعدها في الساعه 7:30 في الاسبوع ال 14. فكره انه كمان مفيش سكيدجول، مفيش ترتيب، لانه الموضوع دايره متكامله. انت لازم تهيئ اللاعب على مدار موسم، انت هتلعب مواعيد عامله ازاي، زي ما تشوف محمد صلاح. انت شايف ان تطبيق الدوري للمحترفين غير؟ لا لا لا، مش دلوقتي خالص. لما يبقى بس في اتحاد كوره. نطلع فاصل بقى. نطلع فاصل قبل الدنيا ما تسخن شويه معايا بقى. اوكي، نطلع فاصل ونتواصل. ارجو ان تبقوا معنا. ورجعنا بعد الفاصل مع قران التعليق المصري الكابتن محمد عفيفي. فرجاني سياسي. فرجاني امبارح سيده فاضله راحت النادي وقالت انا هتبرع بالعقد بتاعي الذهب عشان خاطر ان انت تفضل موجود، وهو وعدها قال لها ان انا هفضل موجود. بس هل هي فكره تيشيرت وبيع تيشيرت دي فكره كويسه؟ ولا يعني مثلا ما كانش في دراسه للفكره، او ما فكرناش مثلا نشوف إن يعني على سبيل المثال فنربخشه في صفقة مسعود أوزيل عملوا فكر جديد عشان يمولوه، وما كانش فيه فلوس في النادي عشان يمولوا صفقة مسعود أوزيل. عملوا رقم، تبعت عليه رسالة، الرسالة دي ماديا طبعا بيستفادوا، يعني جمعوا مبلغ كبير جدا عفوا جمعوا مبلغ كبير جدا وقدروا ان هم يمولوا صفقة مسعود أوزيل.
هل الفكره دي احسن ولا فكره التيشيرت؟ طيب نبدا من فرجاني ساسي. تمام. ما حدث من السيده شيء رائع جدا تشكر عليه طبعا بشكل او باخر. حاجه حقيقه فعلا على فكره حقيقي حاجه كويسه حقيقي نتفق انه هي هي مشجعه كبيره لنادي الزمالك كويس انها تروح النادي وتعرف تخش النادي وراحت وصورت معاه وصورت معاه وقالت انا بتبرع بالعقد الذهب بتاعي ملايين ملايين الجماهير من نادي الزمالك نفسها انها تخش نادي الزمالك وانها تعمل نفس العمل بالظبط مش هي بس بالظبط ده كويس انها ظهرت ودي لفته كويسه من مجلس اداره نادي الزمالك برضه بيقول لك ان في انتماء في حاجات كويسه بتحصل وغيرها كتير هي تشكر طبعا لكن انه نشتري لاعب او نشتري حب لاعب للزمالك او بقائه في الزمالك انه الناس تشتري تيشيرت فهو ياخد فلوس من ناس كدحه علشان يبقى اصل انت قلتها في الاول هو احترف اوكي يعني فاهم قصدي هو احترف فهو عارف كويس ماشي هو لا هو انت ما تيجي تبص مثلا اول تصريح للجنه اللي بيدير الزمالك لا مساس لفريق الكره يعني اول تصريح كان اداره الزمالك المؤقته فنيا لا مساس بفريق الكره ما يقدروش ان هم ما يدخلوش في امور كتير تخص فريق الكره فريق الكره هو اصلا المضخ الاول للاقتصادات بتاعه الفريق للخزنه بتاعه النادي اساسها فريق الكوره وما بعد ذلك الفرق الاخرى انت شايف التصريح ده اصلا الموضوع التيشيرت والحاجات دي ده تمهيد لعدم فشل التجديد مع اساسي طيب عشان الاداره ما تلومش بعد كده ما تلامش الاداره على عدم تجديد اساسي هما انا شايفها كده هما حل ما عندهمش برضه خبره كبيره يعني اساتذه افاضل طبعا على راسنا من فوق كل حاجه من فرجاني نفسه ما ينفعش يحصل الموقف ده كفكر اقتصادي اعمله للكل لكل اللاعبين قميص نادي الزمالك مش قميص او التيشيرت او الفانيلا بتاعت فرجاني ساسي بس اللي مش عارف يوقع عليها ب 2000 جنيه اشتريها بس هو متعاون هو في تعاون من فرجاني ساسي يعني هو حابب الزمالك ونفسه يكمل في الزمالك كان لازم يوقع بشكل او باخر هو كان بيلعب فين قبل ما يجي الزمالك في المملكه العربيه السعوديه في فريق النصر صح لعب كام ماتش لانه كان عايز يمشي فجمدوه ما لعبش كتير جمدوه ما لعبش كتير احرز هدف او هدفين ماكسيمم اعتقد لانه شارك في 5 مباريات في الدور الثاني فقط ما كانش بيلعب هنا جه الزمالك انت تالقت وبقيت معشوق الزمالك فدي نقطه لازم هو يفكر فيها قبل ما يفكر في الرحيل عن نادي الزمالك انت قلت هو يفكر انا فيها. انا بقول لك انت اللي انت عايز تقول بالظبط كده فكره انه انت شايف الوضع الحالي وان شايف ان في مجلس اداره بيعاني وان في مبالغ ماديه مش عارفين يجيبوها منين وازمات مع النيابه في امور اقتصاديه كبيره بسلبيه طب يا اخي جدد وخد المبالغ على فترات متباعده هو ليه عروض بشكل او باخر بس عشان نبقى واقعيين في عروض وعروض كبيره كمان لفرجاني ساسي منها داخل مصر على فكره لانه كده كده من حقه ان هو يوقع في في في, في خلاص اخر سيزون بالنسبه له فانا شايف انه ما كانش كده هيطلع لو اتباع هيطلع هيرحل مجانا بدون اي ما يستفاد منه ماديا النادي الزمالك لانه الزمالك كان المفروض يتفق مع نادي الزمالك ان هو يجدد عقده وبعد كده لما يجي له اي عرض يبقى فيه يعني او بحيث ان الزمالك يستفاد منه ماديا بالظبط انت عايز تمشي على عيننا وعلى راسنا امضي واحنا هنسهلك امور الخروج بس احنا نستفيد كمان لكن مش انه تيجي يا جماعه الجماهير الزمالك تشتري القميص بتاع فرجاني وهو قاعد بيتفرج يدوا له فلوسه ما انا بقول لك على سبيل المثال حصل مع مسعود اوزيل لا يعني فنار بخشة عمل رقم ارسل عليه رساله الجماهير رسلت رساله جمعوا ملايين قدروا ان هم يمولوا صفقه لانهم عايزين يجيبوا لاعب مش موجود في الفرقه وعايز يجدد فعلا لا عندك حق الفكره مختلفه عندك الفكره الكونسبت بشكل عام بشكل عام لا احنا غير بره تماما هنا هو عارف كويس قوي وهو عايز يمشي لما هو عايز يمشي اكشن فرجاني عايز يمشي فكره انه لا خلاص يعني انه عامل اللي عليه مع نادي الزمالك وانه عايز يفكر في فكر احترافي سواء كان خارج مصر او داخل مصر مش عايزين نتكلم بشكل او باخر وفي ارض كبير من نادي مصري النادي الاهلي نفسه ويتمنى هو عايز ومفيش مشكله راجل نادي بيراميدز ونادي بيراميدز اكيد ونادي بيراميدز يقدر ونادي الاهلي يقدر وفي نادي من تركيا عايزه وفي نادي من قطر عايز الضحيه القطري الضحيه القطري ابدا بشكل مباشر وفي الامارات عايزينه اللاعب هو مطلوب في اكثر من نادي بصراحه بس انت لازم يكون انتمائك للزمالك انت يعني انت اتعرفت توهجت اصبحت معشوق جماهير الزمالكاويه لازم يكون ده ليه كريدت عندك رجزة عندك اللي انت تجدد صحيح الفكره في انه بس ما يسمحش بانه الشكل يطلع بالشكل ده او مظهر فكره التيشيرت بتاعه ما يطلعش بالشكل ده انه الناس الغلبانه انها تدفع علشان انت تبقى فانت تاخد فلوسك منين فكره مش كويسه يعني انا شايف انه لا بشكل عام تتعمل كاقتصاد فيدخلوا فلوس يزودوا بيها عقود اللاعبين يدوا بيها تجديد للاعبين مش لشخص واحد مش لانه طب النجوم الباقيين اللي موجودين في الفرقه اللي بيشيلوا فرقه امام عاشور لما هو مش موجود
طارق حامد لما هو ما كانش موجود. طارق حامد بيقول انا بستريح جدا باللعب جنب فرجاني الساسي. لا اكيد لان فرجاني الساسي من افضل اللاعبين صناع الالعاب في مركز 10 المميز. بيعرف يختار، بيعرف يباصي، بيعرف في الكره تطلع منه مظبوطه، بتطلع منه في هو لعيب مهاري لا صحيح. شك لا شك له مباراه على فرجاني الساسي يكفينا في مباراه الاسماعيلي على سبيل المثال هدف الفوز. ولما بيرجع يعد ادوار دفاعيه بيأدي بشكل ايجابي لما بيلعب كديفندر تاني على سبيل المثال لما بيتقدمش. بعد الاصابه كان مستواه ما كانش كويس والزمالك صبر عليه طبيعي. لما رجع بعد اصابته ما كانش مستواه كويس لأن والزمالك الكبار لازم يصبر. والزمالك صبر عليه واداله فرصه وما ما 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 ابخلش عليه يعني او ما 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 لا يعني وقف جنبه. هو مش ما ابخلش بس ما يقدرش ان هو يبخل عليه لانه ما عندوش البديل. ما عندوش البديل بس امام عاشور تألق بس لسه صغير في السن يعني لسه صغير بس خد الفرصه اثبت نفسه بشكل او باخر عنده بقى تسرع دلوقتي فكره انه اي كره شوت اي شوت عايز اشوت عايز تقول كنت معلق على بقول لك اتقال كده لازم لازم طبعا. رايك ايه في مصطفى محمد المستوى اللي بيقدمه وان خد احسن لعيب في الشهر في الدوري التركي؟ نجم كبير جدا مع جلطة سراي بخمس مباريات في الدوري بخمسة أهداف وجول في الكاس وجول في الكاس وصنع الهدفين غيرهم بشكل عام سبع أهداف غير طبعا الأهداف احنا بس الناس تبقى فاهمة برضو انه في معدل وفي فعالية المعدل ده اللي بنشتغل عليه بقى بالأداء التحليلي الدقيق يعني المعدل ده انه انت جبت كام جول او عملت تمريرة حاسمة لكام جول ده المعدل نشوفه اللي محمد صلاح ومصطفى محمد دلوقتي والأندية الأوروبية لكن الفعالية تحركك بس ساهم في ايه تحركك بدون كوره ان شاء الله ما تكونش اشتركت في هذا بس خدت معاك مدافعين خدت عينين المدافعين حتى لو ما احرزت اهداف حتى لو ما احرزت ولا اصلا إيه؟ لمس الكوره تحركاتك ايه صحيح وحد كان بيسالني بيقول لي انا ابني حريف قوي بيرقص الفرقه كلها ما بياخدوش في الاختبارات وواحد تاني ما بياخدوه عنده ذكاء تحرك فكره انه وقفتك ممكن تحجم خطوره الغريم ما يطلعش كوره بشكل متقن فانت كده عملت الصح وده اللي العين الخبيره بتاعت بره فكرة انه لعب وتحركاته وفعاليته مش معدل اهدافه وصناعته للاهداف فعاليته في تمهيد الاهداف بشكل عام حتى لو كان لسه في نص ملعبه زي حارس المرمى بيكون ليه فعالية محمد شناوي دلوقتي بيطلع كرة متقنة من تحت لفوق في نادي الاهلي او منتخب مصر فبيطلعها بيديها اللاعب بيبدأ لمسة اتنين تلاتة يجيبه جول اتقانه في الاخراج دي فعالية منه هجومية حتى لو كان حارس مرمى ده في تطور عالم كرة القدم بشكل عام فلا طبعا مصطفى محمد وصل لمكانة محترمة تتوقع الوصول لمستوى مصطفى محمد صلاح واللعب في الدوري الانجليزي سنه صغير يقدر عنده سرعات بتاعت الدوري الانجليزي عنده قوه جسمانيه رهيبه طبعا بالظبط عنده العقليه الاحترافيه اثر راح ما جاش على نادي الزمالك وقال لك لازم اروح فرنسا علشان الشكل لا ما رضاش قال لك انا عن نفسي انا مش لاعب اي فرقه غلطت في نادي الزمالك انا مش هلعب فيه بالظبط كده وده عجبني كان سليم عجبني عجبني التصريح بتاعه احتفاله في كل مره انه بياكد انتمائه لنادي الزمالك كمان استاهل بالظبط سالوه على فكره في اخر مؤتمر صحفي قال له انت صحيح. انت بتحب الاحتفال بالسهم قال لهم انا بحب الاحتفال بالسهم يعني صحيح. هو طبعا ما قالش ان هو السهم ده بيرمز لنادي الزمالك يعني ما قالش كده بس هو معروف صحيح يعني نادي الزمالك صحيح وهو استوى فنيا وفكره انه اخراج اللاعبين دلوقتي بنشوف احمد ياسر عيان مثلا في الفريق عامل كيلومترات عامل مستوى عالي جدا الدوري. من هداف الدوري وهدفين في اخر رغم ان هو بيلعب مصري رغم ان هو بيلعب مصاب جايب جونين الماتش فات هو مصاب في صحيح. ايده صحيح مصطفى محمد لما خرج راح فين راح طنطا لعب ما عادش طالع الجيش لعب وما عادش هدك بعدين لما رجع الزمالك رجع في التوقيت المناسب اللي مكانه فيه موجود وحاليا الزمالك بيفتقده طبعا حاليا الزمالك بيفتقده بالتاكيد جاب سيف الدين الجزيري سيف الدين الجزيري ما ينفعش يلعب افريقيا لسه برضه ولسه برضه مروان حمدي المقاصه وادي دجله محترم فنيا دولي شارك في مباراتي جزر القمر وكينيا في تصفيات امم افريقيا في الاول على فكره كان هينضم للمنتخب انتقاله للزمالك عطل انضمامه للمنتخب مين؟ مروان حمدي كده كده مروان بشكل عام كده حسام البدري مقتنع بيه من زمان من لما كان في وادي دجله لما كان معار من المقاصه فهو مقتنع بيه لانه تحركاته بنيه جسمانيه شكله كويس بس لازم يتخدم عليه صح يعني شغل الاطراف لازم يكون هو اللي احرز حاجه في المقاصه في الزمالك قبل انتقاله للزمالك صحيح صحيح لا هو لعب كويس هو لعب كويس ممتاز بس محتاج يخدمه عليه بشكل ايجابي ويتاقلم هو لسه ما تاقلمش مع الفرقه ولسه اصلا يعني الجماهير بتبقى مستعجله صحيح او مشجع عامه مستعجل صحيح. لا انا لازم ادي له وقت يعني ولتر بوليا قعد فتره كبيره على ما سجل يعني ما سجلش في دوري دلوقتي سجل يعني بس سجل افريقيا وسجل هدف ابيض في الدحيف بس اللي اتلغى لازم يبقى في صبر من الجماهير على 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 مروان حمدي وعلى سيف الدين بس خلي بالك المقارنه لا المقارنه لانه سيف الدين الجزيري
جه عمل فعاليه وجاب ضربات جزاء وبيهدف وشغال وبيعمل حركه هجوميه. في طنطا وراح يعني لعب في اكثر من فرقه برضه في طنطا ثم العوده لتونس ومنه للمقاولون العرب، وكان احد اهم اسباب وجود المقاولون العرب فيما بين الرباعي الكبير في دوري الموسم الماضي، علشان كده شارك في الكونفدراليه واحرز هدف صحيح. ما يقدرش يشارك مع نادي الزمالك افريقيا للاسف، فطبعا لانه شارك مع المقاولون في الكونفدراليه ما ينفعش بطولتين. ده غير ما ناس اثارت انه فكره لا او لازم هو اللي قال هو اللي قال هو اللي قال هو اللي صراحه قال الزمالك بعض الخبراء التحقيق بس ما ينفعش. لا طبعا لا عشان بس نبقى واقعيين، لوائح افريقيا مالهاش دعوه بلوائح الفيفا في حاجات داخليه بتاعتنا احنا بتاعت القاره بتاعتنا يعني. لكن بشكل عام الزمالك افتقد مصطفى محمد. موسيماني ثالث العالم، جوزيه ثالث العالم، ايه الفرق بين جوزيه؟ لا فرق السماء والارض بس عشان نبقى واقعيين. طبعا انا معاك والجماهير كلها عارفه يعني عارفه ان فرق كبير بين جوزيه. هو كويس جوزيه كان بيمتاز بحاجه جميله قوي شديد جدا فكاهي جدا. طيب السيكولوجيا برضه بيلعب على عامل السيكولوجيا لما تقعد مع لعيب يحبك ويحترمك مش يهابك لمجرد انه مش عايز يخسر مكانه على ارض الملعب كشغل بس هو مش عايز يخسر مكانه علشان تبقى قدامه انت حد كويس عشان يشوفك انت حد كويس. حسام غالي نفسه هو قال له انا كان نفسي تستمر في النادي الاهلي لان انا مؤمن بموهبتك قبل ما يطلع بره ويرجع تاني. فاكر ماتش ابو تريكا الصفاقسي طبعا 2006 1-0 2006 الماتش ده المباراه دي كان جوزيه رسمها من أو من اول دقيقه لاخر دقيقه بتوفيق ربنا اولا واخيرا طبعا لكن بس طبعا كل حاجه بتوفيق من ربنا يعني. بس انا يكون عندي تارجت وان انا فعلا يكون قايل للعيبه يحيى يعني بس مش تصريح ده ابو تريكه صرح بكده بركات صرح بكده اللعيبه من النادي الاهلي كتير قالوا ان ده التارجت اللي كان حاطه مانويل جوزيه ان احنا هنمشي واحده واحده ستيب باي ستيب ناخد المباراه على فترات وفي اخر الماتش ان شاء الله ربنا هيكرمنا احنا نجيب جول. فهو عارف هو بيقسم المباراه على فترات عارف لعيبته عارف الكواليتي بتاعتهم وكان على ايامها كان عماد النحاس كان بيمتاز يعني انا الليبرو صانع العاب صحيح على فكره صحيح. يعني زي اللي موجود بدري بنون دلوقتي في بالظبط الليبرو بيطلع كره متقنه من تحت العاب بي 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 بيطلع كره مظبوطه وممكن يعمل بيها هجمات مؤثره جدا جدا وهو اصلا قلب دفاع صحيح. بس فكره الرسمه اجيب لك مين؟ جوارديولا جوزيه جوارديولا محقق 200 انتصار على التوالي يورجن كلوب ماشي عامل شغل جامد بصراحه برضه كيفيه اخراج افضل ملاديك بلاش الناس دي خلينا في علاء عبد العال مع اسوان صحيح خسر من البنك الاهلي اخر مباراه اثنين لكن في 8 مباريات 5 تعادل و3 فوز بما فيهم مباراه الكاس ليه؟ لانه عارف الكواليتي القيمه بتاعت اللاعبين الفنيه والبدنيه والسيكولوجيه فبيلعب قدر امكانياتهم وقدراتهم بس يخرج افضل ما لديهم فيقدر يكسب فرقه حتى لو احسن منه. الفكره في كده ان انت ما تقولش انا جامد انا مدير فني جامد فاللعيبه هتنفذ. لا مانويل جوزيه كان عارف قدرات لعيبته. ما هو انا بقول لك عارف الكواليتي بتاع لعيبته فبيلعب على هذا الاساس الواقعيه وانك عندك ادوات من اللاعبين تقدر تنفذ افكارك وعندها العمل البدني والفني وقبليهم العمل السيكولوجي العقليه ان انت تقدر تنفذ ولا لا لغايه اخر دقيقه عندك الروح ان انت تلعب لغايه اخر دقيقه ولا لا. الفكره في كده فكره انه اللاعب اللي على ارض الملعب ده يقدر ينفذ لك ولا لا. الاهلي طول عمره عنده الروح اللي هو يلعب لاخر دقيقه صحيح لانه عشان بيختار لعيبه تنفع بدليل عندهم حب للفلانه عنده غيره على الفلانه صحيح لاخر دقيقه بيلعب يعني الاهلي تتوقع له ان خلاص الحكم هيصفر وممكن يجيب جول زي مباراه الامس بالظبط. تتوقع ان الاهلي في يوم من الايام ياخد كاس العالم للانديه؟ شوف الموضوع ده محتاج دراسة لأنه كل حاجة بالأسلوب العلمي أنا ما عنديش أنه أنا ربنا يوفقنا كل حاجة في حاجات بتحصل باي لك زي ما بيقولوا أو كده طفرة لكن علشان تفوز بكأس العالم للأندية لازم تكون مهيأ صح شغال صح عندك كواليتي من اللاعبين يقدروا أن هم يلعبوا في مثل هذه البطولات الكبرى وتبقى دارس كويس قوي أو قارئ جيد لأفكار الفريق الغريب تحديدا الكبير يعني بالميرس إحنا قدرنا عليه لأنه بالميرس بس ما كانش موفق بالميرس اصلا في لاعبين مخلصين جايين من اوروبا خلاص ما عندهمش لا هو كان سيء النادي الاهلي كان افضل منه بكتير لكن عشان تتفوق على فريق من اوروبا سواء في النهائي او نص النهائي حسب القرعه انا بتكلم ان مازيمبي وصل للنهائي الرجاء وصل للنهائي العين الاماراتي وصل للنهائي ما خدش اللقب وما خدش اللقب فهل ممكن بقى يعني بناء على ان اكثر من فرقه عربيه وافريقيه وصلت النهائي ممكن الاهلي ياخد كاس العالم للانديه؟ مش مقياس لان ممكن فريق اخر ياخد البطوله لكن انت عايزها خد افريقيا مقتنع بموسيماني؟ وفقا للاطار اللي حواليه والدعم من مجلس اداره ليه يبقى مقتنع بيه يبقى لكن طبعا في افضل منه كتير اول ما جه انا قلتها في برنامج صباح الخير يا مصر يعني كنت ضيف يعني فبيقولوا لي موسيماني اقل من النادي الاهلي كتير لكن هينجح مع النادي الاهلي لانه حتى المساعدين جابوهم له زي ما هو عايز
اللاعبين زي ما هو عايز نفذوا كل طلباته بالظبط. فانت لما يبقى حواليك دايره متكامله وعندك كواليتي من اللاعبين افضل لعيبه اللي موجوده في مصر تقريبا او من افضل اللاعبين اللي موجودين في مصر حتى اللي جاي مين طاهر محمد طاهر من المقاولين هاته مش عارف مين هاته والتر بولي عايزينه جميع طلباته نفذت فانت اكيد هتعمل نتائج كويس. ايه الفرق بين النادي الاهلي ونادي الزمالك؟ النادي الاهلي طبعا ناجح بطولات. ايه الفرق بين النادي الاهلي ونادي الزمالك؟ الاثنين على راسنا من فوق واليوم جماهير كبيره طبعا. روح بوابه النادي وان شاء الله يعني ادخل الناديين وانت تعرف الفرق بس. لا انا ممكن اختصرها لك في موقف يعني ممكن اختصرها لك في موقف في نظري يعني على رأي كابتننا الكبير كابتن مدحت شلبي التي لا قيمه لها. الصبح مثلا يعني الساعه 12 الظهر خرج علينا المتحدث الرسمي لفريق نادي الزمالك استاذ عصام سليم لقد بدانا المفاوضات مع والتر بولي. الساعه 8 بالليل النادي الاهلي يعلن انضمام والانتهاء من صفقه والتر بولي وتوقيع العقود وانضمامه رسميا للنادي الاهلي. الصبح بيقول بدانا الاهلي بيقول خلاص شطبنا بالظبط كده بالليل شطبنا والتر بولي عندنا. فانا طول عمري بقول الفرق في الاداره 100% الاداره يعني حتى يعني مثلا كابتن هدى الخطيب لو بكره الصبح اي قناه نزلت برومو ان هي هتستضيف الكابتن محمود الخطيب هتلاقي مصر كلها قاعده مستنياه. ليس تقليدا من الاخرين يعني مش تقليل هو كاسطوره مش عندنا مش تقليل لا يعني هو 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 ما مش بيطلع لينا كل يوم يعني نادر الظهور فكره التقل بالظبط بس تشتغل يعني على فكره انا هتكلم بصراحه وهتكلم بواقعيه. مرتضى منصور مستشار مرتضى منصور على فكره كان ممكن يبقى من انجح رؤساء النادي وممكن كان ينقل الزمالك نقله كبيره جدا بس عنده عيبين قاتلين انا في نظري انا ما انا بقول يعني ظهوره كتير عدم ثبات الانفعال. انما تيجي تبص بقى للكابتن محمود الخطيب يعني نادر لما بيطلع في لقاء تلفزيوني نادر جدا. انت اخر مره شفته امتى مثلا في لقاء تلفزيوني؟ لا كان من فتره من شهر تقريبا او من شهر ونص كان عشان مؤمن زكريا يعني تفهم قصدي قبلها بقد ايه نادر صحيح. نادر الظهور لانه مش دوره ان هو يطلع يكلم نادر رسمي في ناس ولا والظهور الكتير بيكرر اخطاء يعني الظهور الكتير بيكرر اخطاء وحتى لو ظهرت كتير مش ممكن ما تكررش اخطاء بس فكره انه كل حاجه مترتبه ستيب باي ستيب في ناس منوطه انها تظهر في قناه في كل ناس واحد ليه دوره بالظبط كده هم في النادي الاهلي كل واحد ليه دوره ولو دخلت باب النادي حتى هتعرف هتعرف الشكل هتعرف العقليه بتاعت الناس بمعنى وضح للساده المشاهدين لا في عارف انت بتشوف حد ديسنت كده والناحيه الثانيه تشوف اللي هو ايه خليها بالبركه مش قصدي والله لا استقليل نادي الزمالك على راسنا من فوق كل حاجه نادي الزمالك طبعا ومجلس ادارته وجمال عمر اعظم نادي اعظم تاني نادي في قاره افريقيا بعد النادي الاهلي هم بس محتاجين يحبوا ناديهم اكثر حصولا على البطولات بعد النادي الاهلي بالتساوي يمكن هو اكتر على فكره في معلومه انا بزعل جدا ان الاعلام دايما ما بيقولهاش يعني في معلومه ان الاعلام دايما ما بيقولش عن نادي الزمالك نادي الزمالك النادي الوحيد في العالم الوحيد اللي حصل على 7 بطولات في موسم واحد صحيح هو الوحيد في العالم في 2002 الله يفتح عليك الله يفتح عليك انت مذاكر جيد جدا على فكره ده طبعا استاذ طبعا الوحيد في العالم اللي احرز 7 بطولات في موسم واحد صحيح العرب وافريقيا والسوبر والدوري والكاس وافريقياوي 7 بطولات محدش في اي فرقه تاني في العالم ولا البايرن جاب 6 ولا البايرن حتى يعني في مجده حاليا ما قدرش حتى يوصل للرقم لانه ما عندوش متاح يعني برضه هي فكره الاتاحه ايا كان انا عندي الزمالك هو الوحيد فرقه في العالم اللي خد 7 بطولات في موسم فلا فالزمالك احنا بنتكلم برضه بنتكلم الاحداث اللي بيمر بيها برضه يعني معلش يعني انا ابيع تيشرت ومش عارف ايش خاطر فنجاني سياسي وعشان اللعيب فلا مش الزمالك عنده موارد يقدر انها مش الزمالك يعني مش الزمالك انا اكبر من كده بكتير اكبر من كده بكتير يعني انا بتكلم فيه هل الزمالك محتاج عوده كارتيرون؟ لا طبعا الاهلي محتاج عوده فايلر؟ لا فايلر خلاص لو رجع خلاص هو بقى كارت محروق اي واحد طلع بهذا الشكل خلاص فايلر هو كان عقده يعني هو فايلر زي رمضان صبحي الناس هو قال لك انا عندي ظروف عائليه وكورونا ومش كورونا وقت عقده يعني ما جددش هو ما جددش في توقيته فخلاص انا مدتي انتهت مش لا مش اجبار عليا رمضان صبحي جماهير الاهلي زعلانه منه عشان بس ابن النادي لكن هو ما خرجش من النادي الاهلي رمضان صبحي اداره النادي الاهلي بايعاه مش عامله له اعاره بايعاه بيع نهائي لهدرسفيلد تاون فلما مشي من هدرسفيلد تاون ما مشيش من النادي الاهلي فالناس زعلانه ليه هو كان معار للنادي الاهلي وخلص هو حر الناس بتزعل هو كان ستوك سيتي اعتقد لا كان هدرسفيلد تاون كان هدرسفيلد تاون في الدوري الانجليزي في الدوري الانجليزي وبعد كده رجع على بيراميدز لانه عايز يلعب مع بيراميدز
ولا ماديا اللي خلاه راح؟ الماده هي اللي خليته يروح بيراميدز. ماده شايف مستقبله هناك، شايف انه احسن. هو حر طالما الاهلي بعت. انت خلاص انت زعلان ليه؟ هي فكره الانتماء، وده احنا خلاص في عصر الاحتراف. شريف اكرامي من حقه ان هو يمشي لان ما كانش هيلعب. احمد فتحي لولا بس انه مشي في عهد فايلر كان هيبقى موجود دلوقتي. شريف اكرامي واحمد فتحي ليهم ظروف خاصه، انما اكرامي انما رمضان صبحي لسه لعيب صغير، والجماهير كانت جماهير الاهلاويه كانت عشمانه فيه اكتر من كده. فهل انتقاله كان بسبب الماده ولا انتقاله اختلاف مع الاداره؟ او حصل مشاكل كتير في الفتره الاخيره. وهو ما كانش على قوه النادي الاهلي برضه. هو كان اوريدي خلاص اتباع. فكره الانتماء هو ان انا ابن النادي بس. هو اتباع خلاص وجاي معار. وفتره العار خلصت. فبيراميدز لما اشتراه اشتراه من صحيح، وهو قدر رغبته انه عايز يروح بيراميدز. استفاده ماديه لانه ما يعرفش بكره في ايه، حقه لانه مش على قوه النادي الاهلي، فخلاص ما فيش مشكله خالص. لكن بسرعه كده اختيارات الكابتن حسام البدري رايك فيه ايه يا عم؟ لا الكابتن حسام البدري طبعا ما فيش حد بيقود المنتخب الا ما يكون ذات كفاءه، لكن لا يصلح للكواليتي من اللاعبين المحترفين في الداخل والخارج. انت عندك واحد زي زيزو، احمد سيد زيزو اللي موجود في نادي الزمالك ده محترف، لانه ما تاسسش في قطاعات ناشئين. مش عايز اضرب في قطاعات ناشئين، بس قطاعات ناشئين ما بتطلعش حد كويس دلوقتي، لانه اكاديميات وخدته بره مصر وشكل مختلف من الداري، مش الاعلانات اللي بتحصل دلوقتي في الاكاديميات. فواحد زي ده محترف في الداخل، واحد زي محمد صلاح، واحد زي النني، مصطفى محمد، التعامل السيكولوجي بافكار حسام البدري مع النادي الاهلي والكره المصريه وبيراميدز حتى لما كان في الاداره ما تصلحش مع اللاعبين اللي موجودين دلوقتي. محتاجين خبير كروي يمسك منتخب مصر علشان توصل للمكانه المحترمه افريقيا ومن ثم عالميا، توصل كاس عالم. عندك اعتراض على حسام البدري؟ كابتن حسام البدري هو على راسنا ولازم ندعمه طالما موجود على راس. اكيد طبعا كل الدعم وكل التقدير لكابتن حسام البدري، اتمنى يكون في حد افضل. لكن لا يصلح في الوقت الحالي مع الكواليتي اللاعبين الموجودين والافكار والمشروعات اللي انت بتفكر فيها لمنتخبنا الوطني. انت مع استمرار كوبر مثلا؟ لا مش مع استمرار كوبر. يكون في مدير فني ذات كفاءه وخبير في اجنبي ولا مصري؟ لا اجنبي. أجنبي. لازم يكون نفس العقليه اللي المحترفين بيتعاملوا معاها. هل الكابتن حسام حسن يقدر يدرب المنتخب المصري دلوقتي؟ لا حاليا لا. لا شوف منتخب اي واحد مصري كلهم على راسنا. بس اي واحد مصري بشكل عام بدون اسماء ما يقدرش يمسك منتخب مصر طالما وصل لهذه المكانه العالميه من لاعبين. انا عايز اقول لك على حاجه، يعني الكابتن حسن شحاته، حسن شحاته وصل ثلاث امم افريقيا مين اللعيبه الموجوده كلها من جوه؟ ابو تريكه، كان جيل ذهبي، عماد متعب. الدوري المصري هو كان بيخرج دلوقتي. الدوري المصري بيخرج تقريبا نقول نص من القايمه. يعني حصول الكابتن حسن شحاته على ثلاثه متتاليه، ثلاث بطولات متتاليه كاس الامم الافريقيه، ده كان ناتج من تفكير الكابتن حسن شحاته ولا من اللعيبه؟ تفكير الكابتن حسن شحاته واختياراته من اللعيبه. قدر يوظف اللعيبه يعني. بالظبط. ما كانش الكواليتي اللي عنده كان جيد طبعا. طب انت عندك كواليتي كويس. ما انت عندك برضو حاليا برضو يعني عندك محمد صلاح، عندك مصطفى محمد، ما هو ده اللي انا قلته، عندك محمد النني، ما دي انا بقولها، عندك احمد حجازي، عندك حمدي الونج، يعني عندك لعيبه كتيره برضو يعني على مستوى عالي جدا. يعني بالعكس يعني فريق كابتن حسن شحاته ما كانش فيه محترفين بنجوميه المحترفين اللي بيلعبوا دلوقتي، بس في هارموني، في تفاهم، في انسجام. الدوري مصر كان في وقتها دوري عالي، النادي الاهلي كان تقريبا واخد افريقيا بشكل فيه احتكار، يعني 2005 و2006 وهكذا. فاللعيبه كلها متجمعه بشكل قوي مع بعض في دوري واحد. لكن دلوقتي انت لاعبيك بره وعاملين حاله في الدوريات الاوروبيه، فلازم يجي لهم مدير فني بنفس العقليه، مش بالعقليه المصريه، بالعقليه الاحترافيه بتاعت الناس اللي بره، يقدر يوظفهم صح. ما ينفعش ان انت تخرج لعيبتك وفي الاخر. اخر سؤال معلش، يعني النادي الاسماعيلي هل يطلق عليه ولاد العم للنادي الاهلي ولا نادي الزمالك؟ نادي الزمالك طبعا، دي معروف بأمرتي. بغض النظر عن ما حدث في الفتره الاخيره وان الكابتن محمود خطيب دعم والانديه دعمت وانه عايزين اللي عايزينه خدوه، هو ما طلبش نادي الزمالك، مجلس اداره نادي الاسماعيلي. العيب في مجلس اداره نادي الاسماعيلي. بعد كده اي حاجه تيجي تاني، وما اعتقدش نادي الزمالك يقدر يخدم نادي الاسماعيلي. لا انا كان عندي كلام كتير قوي بس للاسف الوقت خلص، وبيكلموا في الاي بي سي ان خلاص الوقت خلص، بس كان عندي كلام فيها كتير قوي 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 يعني. انا كنت عايز اتكلم فيها بس اكيد لنا لقاء تاني. شرفني طبعا. شرفني انت اللي شرفتني ونورتني ونورت القناه كلها، قناه صح والجمال، ونورت الاستوديو معايا، وسعيد جدا بجد بالحلقه دي معايا. انا اللي شرفت بحضرتك. دي كانت حلقتنا النهارده اعزائي المشاهدين، ارجو ان تكون نالت اعجابكم، والى اللقاء الى حلقه اخرى يوم الاثنين القادم. السلام عليكم.